امسي. دللي قولي كل اللي في خاطرك. دكتور غانم، تفضلي يا بنتي حليمة، قولي ايش عندك؟ خالتي تريين حد؟ والله يا ولدي اتريى التاكسي مر. زين تعالي حياك انا بوصلك. لا 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 يا ابويا ما ابغى اعبل عليك. لا لا ما في اعبالي ولا شيء، انت بحسبه امي وانا مثل ولدك، تعالي حياك الله. مشكور يا ولدي ما تقصر. شو قالت لك الدكتور عن المهدئ اللي وصفت لك اياه؟ قالت لي انه ممكن يسبب لي كسل ويفتح شهيتي على الاكل. وانت شو رايك في الموضوع؟ ما ادري، موضوع الادويه مخوفني شوي. كنت اتمنى ان العلاج يكون سلوكي بدون اي ادويه. ليش خايفه؟ الدكتوره ما قالت ان الادويه ما لها اعراض جانبيه؟ خلاص توكلي على الله وخذيها. واذا عندك اي اعتراض وما عيبك بنصير انت وبتغير الادويه. بعدين باين على الدكتورة شاطرة، لأن ما شاء الله عليك تحسنتي أكثر بوايد من قبل. إن شاء الله. بس فهد، ما بي أي حد يعرف إني أنا أخذ أدوية. لا تحاتي، أنا بسير الكافيه بعدين بأمر الدوام، تأمريني على شيء؟ سلامتك. أنا آسفة، المسؤولية كلها عليك وأنا بس قاعدة في البيت. إن شاء الله اليوم بسير الكوفي وبسجل في الجيم مثل ما قالت لي الدكتورة. لا تأسفين، أنا مقدر وضعك، بس إذا استويتي بخير بخلي كل الشغل فوق راسك. لا وتداومين مكاني بعد.